كلهم يعني ابدأوا خبيط بعد صلاة العشاء مثلا. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. أما بعد، فقد وصلنا في شرح الإمام السنوسي على السنوسية الكبرى، ومعه حاشية العلامة الشيخ إسماعيل بن حامد رضي الله تعالى عن الجميع ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. كان الكلام في إفادة النظر للعلم، خلاص؟ كان الكلام قبل ذلك في في حقيقة النظر، ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. ثم بعد ذلك كان الكلام عن الربط بين الدليل والنتيجة، هل هو عادي أو عقلي. ثم وصلنا إلى الآن هنبدأ في في عرض شبهات على ما سبق، تتمثل في مذهبين. يعني السؤال هنا أو القضية المطروحة الآن هي إفادة النظر العلمي، يعني هل النظر هو ترتيب المقدمات والوصول إلى استعلام ما ليس بمعلوم على وجه يؤدي إلى تعريف النظر؟ ترتيب أمور المعلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. يعني معنى كده النظر حيؤدي إلى أو حيفيد العلم، يعني علم ما لم يكن معلومة. خليك معاي ورتب المسائل عشان نستطيع التفهيم والشرح. يبقى في موضوع إفادة النظر للعلم في كم مذهب؟ في ثلاثة مذاهب. مذهب أهل السنة اللي هو أن النظر يفيد العلم، وفي مذهب آخر اسمه مذهب السمنية، خلاص؟ وهؤلاء هم المانعون إفادة النظر مطلقا. فعند هؤلاء اللي هم السمنية أن المعرفة أو العلم لا يستفاد إلا من الحواس، ليس بترتيب مقدمات ولا غير ذلك. فمذهب السمنية مانعين، وأما مذهب السمنية المانعين إفادة النظر مطلقا. يبقى إذن السمنية يرون أن المعرفة لا تستفاد إلا من الحواس، لا تستفاد من طريق النظر، خلاص كده. ده مذهب مين ده؟ والمهندسين المانعين إفادته في الإلهيات، يعني مذهب السمنية يمنعون أو يقولون إن النظر لا يفيد مطلقا. والطائفة الأخرى اللي هي طائفة مين؟ المهندسين، قالوا بمنع إفادته في في مجال البحث اللي هو الإلهيات. يبقى إذن وأما مذهب السمنية المانعين
إفادة النظر مطلقا. والمهندسين يعني وأما مذهب المهندسين المانعين إفادته في الإلهيات فلا يخفى فسادهما، يعني فساد الإيه؟ المذهبين. وضرورة العلم بإفادته، هنا الآن حيبدأ إيه في الرد على مين؟ على المذهبين. كلمة وضرورة العلم يعني هذا تنبيه منه مستند من الشارع رضي الله تعالى عنه، مستند فيه إلى أن وقوع إفادة النظر للعلم هذا أمر ضروري. وكيف عرفنا أنه ضروري؟ لأنه مشاهد بالتجربة. وما المراد بالتجربة هنا؟ التجربة اللي هي نفس عملية النظر، جربناها فوجدنا أنها تفيد أو تؤدي إلى إيه؟ إلى العلم. وضرورة العلم يعني معناها والعلم الضروري بإفادته المستفادة، خلاص بالرفع كده نعت إيه؟ لضرورة المستفادة من التجربة كافية في الرد عليهما. عليهما يعني على مين؟ بعد كده هنا من أول كلمة لا يقال ده، من هنا الرد بدأ الشيخ إيه؟ يرد على الاعتراضات المحتملة. يعني إيه؟ ما هو الذي يمكن أن يعترض به؟ يعني يعترض به يعني على إيه؟ على ما قرره الشيخ إنه العلم الضروري يفيد أن النظر يؤدي إلى الإيه؟ إلى العلم، أو النظر يفيد الإيه؟ العلم. فهنا حيحدث اعتراض، كأن هذا الاعتراض فيه دفاع أو فيه يعني محاولة لإيه؟ للدفاع عن مذهب مين؟ السمنية والمهندسين. يا أخي أهل السنة يا أخي يستدرك على الاعتراضات اللي بتدافع على المذاهب المخالفة لأهل السنة. فهنا بيقول لا يقال، يعني كأنه بعد ما قررت هذا ممكن يعترض عليه، فيكون هذا الاعتراض في مصلحة مين؟ في شكر الناجي. فيكون هذا الاعتراض في ايه؟ ها؟ في مصلحة المهندسين او الجماعة السنية. لا يقال الضروري لا يختلف فيه او لا يختلف فيه العقلاء، وهذا قد اختلفوا فيه. خلاص قلوا احنا بدأنا مش عارف ورديتش تكلموا احنا قلوا ما عارفش تفتح التليفون، ما انت تعرف تتعلم كيف، ما اللي مديلك التليفون ليه؟ استنى كده لخبطت البرنامج كله، ده انا مديلك عشان ما تطلعش الكلام. يلا يا اخي جهل ده مصيبة، ما اللي مديلك عشان ايه؟ عشان تلعب فيه؟ انا قلت اكلتر عليه كنسل يا شيخ حاجة فضل. ها لا يقال، اقرأ انت يا شيخ، حد يقرأ لا يقال. سيبك انت خليك مع المصيبة اللي انت فيها، اقرأ انت. يبقى من اول لا يقال ده بداية الرد على الاعتراضات المحتملة. يعني ايه اللي يمكن يعترض به؟ هو بيقول انه العلم بان النظر العلم بأن النظر يفيد أو يوصل إلى العلم ده مسألة ضرورية، والضرورة مستندة إلى إيه؟ إلى التجربة. خلاص؟ فبيقول يبقى إذن كده يكفي طالما الأمر ضروري، هذا كاف في الرد عليهما.
يعني إذا وصلت المسألة للضروريات خلاص هتعمل إيه تاني؟ يعني شيء ضروري، فكيف نقيم عليه دليل؟ فإذا أردنا إقامة الدليل على الضروري يعني معناه بنحوله إلى إيه؟ إلى نظري. يعني بيقول لك هو ضرورة العلم، يعني والعلم الضروري بإفادته، يعني كون النظر يفيد هذا أمر ضروري، وكونه ضروري هذا مستفاد وراجع إلى التجربة، يبقى كده يكفي في الرد عليهما. بعدين جاء للاستدراكات اللي هي يمكن يعترض بها عليه، فماذا قال؟ لا يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عم تستعيذ، مش قرآن ده، الاستعاذة في القرآن بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ. كل واحد يستعذ ليه؟ ده يقول بس بسم الله. لا يقال ضروري لا يختلف فيه عقلا. لا إيه ده؟ لا يقال الضروري لا يختلف فيه العقلاء. يعني انتم بتقولوا ان العلم بافادته ها امر ضروري. طب بالله عليكم هل الضروري يختلف فيه العقلاء؟ امال هنا المهندسين دول عقلاء والسمنية دول عقلاء اختلفوا، يعني حصلت هنا ثلاث مذاهب، فكأنه الاعتراض يكر على كلام الشيخ بالبطلان. يعني انت بتقول ضروري، ولو كان ضروريا لما اختلف فيه العقلاء، فده مش ضروري. يعني مثلا بالضرورة ندرك اننا ايه موجودون ولا يختلف احد في وجودنا الان، لكن لو كانت مسألة نظرية ممكن ايه يختلف فيها. يعني طالما حدث الاختلاف يبقى مش ضروري، خلاص كده. يعني مثلا مسألة ايه وجود الله سبحانه وتعالى، هل دي ضرورية ولا نظرية؟ لا، لو كانت ضرورية لا ينكر احد وجود الله ابدا. انما حصل فينا مش الشرك ده موضوع الوحدة، يعني نتكلم على الوجود نفسه. مسألة الوحدة هنا نظرية طبعا، وإلا ما كانش حصل التعدد والتثليث. يبقى يعني لو كان العلم بإفادة النظر علم ضروري لما اختلف فيه العقلاء. تعال يا شيخ محمد عشان مش لاقين حد يعرف يقرا كلمة. تعال هنا لما يقرأ يقعد على اليمين، مش على الشمال. الآن مش عارفين حتى كيفية الجلوس، مش عارفين هنعلم فيكم البيت. اقعد يا ابني هنا. ولا يقال ايه ها الضروري لا يختلف فيه العقلاء، وهذا قد اختلفوا فيه. يعني عاوز يقول له انت بتقول ده ضرورة العلم، يعني العلم بإفادته ضروري، طب ما اختلفوا فيه ليه لما هو ضروري؟ بمعنى هذا مش ضروري، مش كده؟ وهذا قد اختلفوا فيه. شوف الإجابة العلمية، لأننا نقول ذلك اللي هو ايه؟ ذلك يعود على ايه؟ يعني ذلك في الضروري الذي لا يختلف فيه، خلاص كده؟ هو ما ليس له سبب. يعني اذا الضروري على نوعين او على قسمين، في ضروري يمكن الاختلاف فيه وهذا منه، وفي ضروري لا يختلف فيه. يبقى الضروري مش كله ضروري. يبقى ايه؟ لأننا نقول ذلك، ذلك يعني في الضروري الذي لا يختلف فيه، هو ما ليس له سبب. زي ايه؟ ككون الكل أعظم من جزئه، فهذا ضروري ولا يختلف فيه. ولكن ليس كل ضروري ضروري، يعني ليس كل ضروري من الضروري ألا يختلف فيه. أما الضروري الذي له سبب كهذا اللي هو إيه؟ هذا اللي هو إيه؟ لا، وجود الله إيه؟
ضرورة إفادة العلم للنظر. ده المسألة ما بيحضرش عند وجود الله ولا تكلمش بيه أبدا. يعني كون العلم يفيد النظر ده من الضروري الذي له سبب. الضروري على إيه؟ على قسمين. ضروري ليس له سبب الأول، وهذا هو الضروري الذي لا يختلف فيه. مثل إيه؟ الكل أعظم أو أكبر من الجزء، هذا ضروري ولا مش ضروري؟ يعني هذا يدرك بالضرورة ولكن ليس له سبب. يعني لو قلنا لك لماذا الكل أعظم من الجزء، إيه سبب؟ بس كونه كل يبقى أعظم من غير سبب. يعني هذا دائما فلا يتوقف على سبب، الكل أعظم من الجزء. لكن في ضروري لا يكون ضروريا إلا إذا شاركك الآخر في نفس السبب. زي إيه؟ كحلاوة هذا الطعام مثلا. يعني مثلا العسل حلو ولا مش حلو؟ وحلاوة العسل أمر ضروري ولا مش ضروري؟ لكن لا يمكن يكون العسل حلاوته ضرورية إلا إذا ذقت العسل كما ذقته أنا، يعني تشاركني في إذاقة العسل. فإذا ذقت العسل يبقى حلاوته ضرورية، لكن أنا ذقت يبقى هو ضروري عندي وليس ضروري عندك لأنك لم تذق. ولذلك الجماعة اللي بيقولوا إيه بتوع التصوف يقولوا إيه؟ من ذاق عرف. يعني أنت ما عندكش ذوق ولم تتذوق، هتعرف كيف الأنوار؟ خليك عايش في ظلمات بعضها فوق بعض. يبقى الضروري على إيه؟ على نوعين، في ضروري لا يختلف فيه اللي هو ملوش سبب. أما المسألة بتاعتنا دي من أي قسم؟ من الضروري الذي لا يختلف. إيه هو سببها؟ إنك تجرب زي ما أنا جربت، زي ما أنت ذقت العسل وقلت على ده العسل حلو، لكن انا لسه عندي مش ضروري ان عمري ما ذقت العسل وعمري ما شفت السكر، فلا يمكن يكون حلاوة السكر عندي ضرورية الا اذا ذقت كما ايه كما ذاق غيري. فهمت ولا لسه؟ اقرأ يا شيخ محمد. واما مذهب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله واما مذهب السمانية المانعين افادة النظر مطلقا. يبقى السمانية دول منعوا، ما فيش حاجة اسمها نظر، ما فيش حاجة عنده اسمه النظر يفيد العلم. لكن هل يمكن يفيد الظن؟ ما فيش مشاكل، هم ما يفيدش العلم خلاص. فالنزاع في إفادته، يبقى في كم مذهب في موضوع إفادة النظر للعلم؟ ثلاثة. مذهب أهل السنة قالوا يفيد مطلقا، والسمنية عكسهم لا يفيد مطلقا. أما المهندسون قالوا لا يفيد في الإلهيات، أما في غير الإلهيات ممكن. يعني إذا مذهب المهندسين وسط بين مذهب مين؟ بين مذهب أهل السنة وبين مذهب مين؟ السمنية. وأما مذهب السمنية المانعين إفادة النظر مطلقا، والمهندسين المانعين إفادته في الإلهيات، فلا يخفى فسادهما وضرورة العلم بإفادته. ولماذا قال لا يخفى فسادهما؟ يعني أقول لك لأن الضرورة لما يكون أمر ضروري يبقى واضح لا يخفى على أحد، كتنكر العين ضوء الشمس من إيه؟ وينكر الفم طعم الماء من سقم. ده أمر تنكر فهو ضروري، أنت حر. وضرورة العلم بإفادته المستفادة من لا المستفادة بالرفع لأنها نعت لضرورة. وضرورة العلم بإفادته المستفادة من التجربة كافية في الرد عليهما. أول من أول كلمة لا يقال ده كأنه إيه هنا بيرد على الاعتراضات. طب فين في الاعتراضات؟ هو حد اعترض قال لك محتملة، يعني غروب واحد يقول كذا فنرد عليه بكذا. لا يقال الضروري لا يختلف فيه العقلاء، وهذا قد اختلفوا فيه. يعني إن قيل لك ليس هذا من الضروريات لأن الضروريات لا يختلف فيها العقلاء وهذا قد اختلفوا فيه، فالجواب أن الضرورية على قسمين،
ضروري لا يختلف فيه العقلاء وضروري يختلف فيه العقلاء. والمثال حلاوة ليه العسل أو حلاوة الطعام الحلو أو حتى مرارة الطعام المر، واحد لم يذقه فكيف يحكم بأنه مر؟ لا يقال الضروري لا يختلف فيه العقلاء وهذا قد اختلف فيه. إذا من أول لا يقال ده إيراد، اسمه ده إيه؟ إيراد على قوله إن العلم بإفادة النظر ضروري، كأنه قيل له لو كان ضروريا لا يختلف فيه. فرح قال إيه؟ لا يقال، يعني قفل عليهم الباب من قبل ما يفتحوه، لسه ما اعترضوش بس شم منهم ايه رائحة الاعتراض، فرح قافل عليهم الايه الباب، يعني قال ما عاوزين تعترضوا هتقولوا ايه في الاعتراض، انا هرد على الاعتراضات المحتملة. يبقى في هذه الحالة كل واحد ايه يسكت احسن. لا يقال الضروري لا يختلف فيه العقلاء وهذا قد اختلفوا فيه، لأننا نقول ذلك في الضروري الذي ليس له سبب ككون الكل أعظم من جزئه. كون الكل أعظم من جزء ده إيه ضروري؟ ليس له سبب. فهذا هو الضروري الذي لا يختلف فيه العقلاء. يبقى إذن في ضروري يختلف فيه العقلاء، نقول لهم أي مسألة وجود الله، أنا سألتكم قلتوا إيه نظري، لكن أنا بقول لكم ده ضروري، لأنه إيه ما فيش حاجة اسمه وجود كده صنع من غير صنع، ده أمر ضروري، الأثر يدل على إيه؟ أمر تدل على الفطرة. هم اللي اختلفوا لي في أهدان الضروري الذي يختلف فيه اللي هو له إيه؟ هو سبب. طب سببه إيه؟ النظر، أنت ما نظرتش، أو سبب التأمل. أما ما له سبب كهذا فلا يدركه ضرورة إلا من شارك، فلا يدركه ضرورة، يعني لا يدركه إدراك ضروري إلا من شاركه في السبب. طيب إيه سبب إدراكي لحلاوة العسل؟ اللي هو إيه؟ التذوق، أن أذوق. فإذا شاركني أحد في نفس السبب يبقى تصبح مسألة حلاوة العسل عنده ضرورية، أما الذي لم يذق إيه لسه ليس ضرورة. أما ما له سبب كهذا فلا يدركه ضرورة إلا من شرفه في السبب كحلاوة هذا الطعام مثلا. روح على الحاشية. قال المحشي رحمه الله قوله وأما مذهب السمانية عكف على محذوف، أي كما ذكر من أن النظر يفيد العلم مطلقا في البلاديات وغيرها هو مذهب أهل السنة. يعني عاوز اقول لك ايه، كانه في كلام محذوف، اي وما ذكر من ان النظر يفيد العلم مطلقا، مطلقا يعني في الالهيات وغيرها، ده مذهب مين ده؟ واما عاوز اذكر المقابل لمين؟ لاهل السنه. والمقابل لاهل السنه ايه؟ طائفتان. فراح قال ايه واما مذهب السمنية بضم السين المهملة وفتح الميم، مش السمنية بس السماء، السمنية بضم السين المهملة وفتح الميم اسم، والسمنية بضم السين المهملة وفتح الميم اسم لطائفة من الأوائل أنكروا إفادة النظر العلم. السمنية دول طائفة من الأوائل. طبعا لما ترجع للقاموس وترجع فهرست لابن النديم وترجع لكتب الملل والنحل تجد انه السمنية دولة قوم بالهند دهريون، يعني يقولون ايه ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، لا يعترفون به دولة ايه وقائلون بالتناسخ، يعني السمنية يقول لك لما انت تموت روحك تروح في فأر في كلب في مار، المهم ايه تنسى، يقولون ايه بالتناسخ، تناسخ ليه الارواح خلاص. وفي القاموس السمنية او السما او سمنية كعرانية، يعني في الوزن او في النطق تقول ايه سمنية زي ايه
عرانية. في كتاب المواقف منسوبة له لسمنان، السمنانية مثلا، يعني بيقول ايه لسمنان رجل من ايه من اهل الهند. خلاص عند هؤلاء اللي اسمه ميه دول السمنية، عندهم لا طريق الى العلم سوى الحس. الشيء يعني كأنهم ينكرون ما وراء الحس، خلاص كده. وقال في الفهرست اللي هو مين، بيقول على السمنية دول حاجة غريبة، بيقول هم أسخى أهل الأرض. يعني من السخاء والجود والكرم، أسخى أهل الأرض والأديان، يعني أكبر ملة عندها سخاء وعندها إيه كرم. ويعلل ذلك بأن نبيهم أعلمهم أن أعظم الأمور، أكبر كبيرة وأشنع شنيعة عندهم، يعني الأمور التي لا تحل ولا يسع الإنسان أن يعتقدها، قول لا. ما يقولوش لا أبدا. قلت له مثلا اديني رقبتك، يقول لك حاضر. اديني زوجتك، حاضر. اديني فلوسك، حاضر. يعني أكبر جريمة عندهم أن يقول إيه، يقول لا. خلاص، وانت اكبر مصيبه عندك انك تقول نعم. في الامور كلها، في كل الامور، فهم على ذلك. ده كلام ابن النديم، بيقول فهم على ذلك قولا وفعلا، يعني في القول والفعل. وقول لا عندهم من فعل الشيطان او من كلام الشيطان. فلو سألت أحدهم ماله وعقاره وأهله وكل ما يملك لا يقول لا، فلا يقولون لا أبدا. ولذلك قال عليهم إيه، هم إيه أسخى أهل الأرض. بس مش عارفين موجودين في الأيام دي ولا لا، عشان نروح نطلب منهم إيه يساعدونا في الأوضاع اللي احنا فيها. ها، والسمانية بضم السين المهملة وفتح الميم. بضم السين وفتح الميم. أقول لك اسم الطائفة من الأوائل، ما تدورش عليهم، خلاص من الأوائل، كانوا زمان. رب واحد يروح يقول لك أروح أدور عليهم، يعدلوا لي حال المائل ده. أنكروا إفادة النظر العلم. أنكروا إفادة النظر العلم، يعني عندهم أن النظر لا يفيد ليه العلم. وزعموا أن طريق إفادته الحواس. إفادته أي العلم، الحواس اللي السمع والبصر. هتكلم في الشرف من قول الأول، قول الثاني. قول إيه الأول؟ اللي هو هنا الشاذ ممكن أن هما مانعين إفادة النظر مطلقا. ما هو قال خلاص النظر لا يفيد العلم. الحواس مش النظر يا بني ادم، انت ما لسه ما عرفت تقدر العين. ده هي الجهل. النظر اللي هو عمليه عقليه، حركه النفس في الايه، في المعقولات، ده النظر. انما الحواس اللي هي الرؤيه، الشيء المحسوس، ايه دخل ده ده فطريق. يعني العلم عندهم من الحواس وليس من ترتيب مقدمات ولا وصول إلى نتائج، من الحواس، من المشاهدات، من المحسوسات، من المجربات. بس يبقى الطريق عندهم الحواس. احنا عندنا ثلاثة طرق للمعرفة، الحواس والعقل اللي هو المراد به الفكر والخبر الصادق. دي ثلاث طرق، هم عندهم بس طريق واحد اللي هو الحواس. يعني ما لم يكن مشاهدا او مذوقا او مشموما او شيء يقع تحت الحس لا يسمى علم عندهم. يبقى ايه دخل التناقض؟ التناقض ده في عقلك انت لانك مش بتفهم. قول. قيل نسبة لسمن كعمر اسم صنم. يبقى النسبة بتاعتهم سمنية لواحد اسمه سمن، اللي هو ايه زي عمر، يعني على وزن عمر. اسم سمن ده اسم ايه؟ اسم صنم. اسم صنم كانوا يعبدونه. وقيل نسبة لسمان. وقيل نسب
نسبة مش لصنم أو لرجل سمنان أو سمن، قالوا لا ده نسبة لسومان بلدة بالهند، يعني سومان ده مش شخص، بلد، على غير قياس. لماذا قال على غير قياس؟ لأنه لو كان على القياس لقال سومانية مش سومانية، يبقى إيه؟ سومان النسبة إليه إيه؟ سومانية. إنما هذا هذه نسبة على غير قياس، زي ما نقول الصوفية نسبة إلى الصفاء أو إلى الصف، كله على غير إيه؟ قياس. إنما القياس إلى الصوف، مش كده؟ قوله المانعين إفادة النظر، أي المانعين إفادة النظر العلم. وقوله مطلقا أي في الإلهيات وغيرها. وأما إفادته الظن فلا يمنعونها. يعني ممكن واحد يسأل يقول طب وهل هو النظر عندهم لا يفيد العلم، لكن هل يفيد الظن؟ ما يمنعش كده، يعني مش مشكلة. إنما المشكلة عندهم أنه لا يفيد العلم. يلا. قوله والمهندسين جمع مهندس. المهندسين جمع مهندس، خلاص، أي أصحاب الهندسة. يبقى المهندسون يعني أصحاب، أي المشتغلون بعلم الإيه؟ بعلم الهندسة، خلاص. يبقى عندك كم طائفة؟ ثلاثة. أهل السنة يقولون بإفادة النظر للعلم مطلقا، خلاص كده. ومين ثاني يا شيخ محمد؟ السمنية يمنعون إفادته، يعني إفادة النظر للعلم مطلقا، يعني عكس على نقيض مين؟ أهل السنة. بقي مين؟ المهندسون يمنعون إفادة النظر للعلم في الإلهيات فقط، اللي هو مجال الإيه؟ مجال البحث. وقد علمنا الآن، طبعا أهل السنة مذهبهم معروف ومنتشر عن طريقة الجمهور، والسمنية بضم السين المهملة وفتح ميم سمنية، وقلنا دول إيه؟ طائفة من الأوائل، طبعا ليسوا إيه؟ موجودين الآن. زعموا أن طريق إفادته، يعني طريق اللي هو يفيد العلم عندهم الحواس فقط، السمع عليه والبصر، وقيل نسبة لسمن حمر اسم صنم، أو لسومان اسم إيه؟ بلد. ولما تكون إلى سومان يبقى على غير إيه؟ على غير قياس. قلنا وزنها كده في القاموس سومانية على وزن عرانية، خلاص. وفي كتاب المواقف جاب نسبة تاني اللي هي سمنان، غير ايه؟ غير سمن وغير مين؟ سمان. فجاب واحد تاني اسمه ايه؟ سمنان. وفي الفهرست تكلم عنهم في نص صفحة، قال هم أسخى أهل الأرض، ناس أهل كرم وجود وسخاء، وعندهم أعظم ذنب وأعظم جريمة إنه الواحد فيهم يقول لا، فلا يقولون لا أبدا في الأمور كلها، فهم على ذلك قولا وفعلا، وعندهم كلمة لا من فعل إيه؟ من فعل الشيطان. يلا يا شيخ. قوله والمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله نفعنا به وبكم في الدارين آمين. قوله والمهندسين جمع مهندس، أي أصحاب الهندسة، وهي علم يعرف به خواص المقادير. يعني الهندسة معروفة، علم بتبحث فيه في الخواص، خواص الكميات المقادير، أعني الخط وإيه والسطح والجسم الإيه التعليمي، خلاص. في الجسم الطبيعي، في الجسم الإيه التعليمي. الجسم الطبيعي يختلف إيه عن التعليمي؟ يعني زي الرغيف. أما الجسم الطبيعي ده لا يمكن رسمه على الورق، إنما الجسم الحقيقي زي الإنسان وزي الرغيف اللي هو فيه العمق. إنما الجسم التعليمي اللي هو للتعليم وللإرشاد الذي يرسمونه على الورق، واضح؟
قوله والمهندسين جمع مهندس أي أصحاب الهندسة، وهي علم يعرف به خواص المقادير أعني الخط والسطح والجسم التعليمية. وفائدته يعني فائدة علم الهندسة، خلاص، وفائدته يعني علم الإيه الهندسة، معرفة كمية مقادير الأشياء. قوله المانعين إفادته أي إفادة العلم النظر بالعلم، إفادة النظر العلم، إفادة النظر العلم، وهم كفار. يبدأ وهم كفار يرجع إلى الطائفتين، إلى الثمانية وأهل الهندسة. يجي واحد يقول لك احنا بنكفر المهندسين، لا، المهندسين الذين يقولون بهذا القول. قوله فلا يخفى فسادهما، ففسادهما ضروري لا يحتاج لدليل. يعني عندما قال لما رد بيقول لك وضرورة العلم بإفادته، يعني بإفادة الايه النظر له، هذه مسألة ضرورية أو قضية ضرورية مستفادة من التجربة، والمراد بالتجربة يعني تجربة النظر. فإذا كان الأمر ضروري فلا يخفى فساده، يعني فساد إيه؟ فساد الإيه؟ الممكن له إذا كان إيه؟ ضروري. قوله فلا يخفى فسادهما، ففسادهما ضروري لا يحتاج لدليل، لأنه لو كان خفيا لاحتاج في ممكن يكون فاسد، ولكن الفساد خافي، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، فجيدا ليس ضروري، إنما إذا كان ظاهر وواضح يبقى معناه إيه؟ لا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. قوله وضرورة العلم لإفادته، قال تنبيه على ذلك لا دليل. أمال لما بيقول فلا يخفى فسادهما ثم قال وضرورة العلم، يعني كأنه بيستدل هنا على أن فسادهما غير إيه؟ غير خافي، لكن هذا ليس دليل، إنما هو تنبيه، زي كأنه تأكيد يعني، وليس دليلا مستقلا، لأن الضروري لا يحتاج إلى دليل. قوله وضرورة العلم تنبيه على ذلك لا دليل، إذ الضروريات قد ينبه عليها إزالة لما في بعض الأذهان من الخفاء، يعني يمكن ضروري ويحتاج إلى إيه؟ تنبيه لإزالة ما في بعض الأذهان من الخفاء. بعض الأذهان عندها شيء من الغفلة أو من البلادة، فيحتاج الأمر إلى إيه؟ إيقاظ وإلى تنبيه، ولكن هذا في الحقيقة ليس دليلا، كل ما في الأمر هو إيه؟ تنبيه، لأنه لو جعله دليلا لأبطل كونه إيه؟ كونه ضروريا. قوله وضرورة العلم في قوة التعليم، والإضافة من إضافة الصفة، أي لأن العلم الضروري، يعني فين الإضافة؟ إضافة الضرورة إلى العلم، يعني من إضافة الصفة إلى الموصوف، يبقى الأصل والعلم الضروري. وقوله وهو تعليل لعدم كفاء فساد القول بأن النظر لا يفيد العلم مطلقا، يعني القول بأن النظر لا يفيد العلم مطلقا أو لا يفيد العلم في الإلهيات، هذا ظاهر الفساد. وقوله بإفادته أي النظر للعلم، وقوله المستفادة نعت لضرورة، يعني تقرأ كده وضرورة العلم بإفادته المستفادة مش المستفادة، لأن نعت مش لإفادة وإنما هي نعت لإيه؟ لضرورة. وقوله من التجربة أي تجربة النظر،
يعني المراد من التجربة تجربة الايه؟ النظر، يعني اننا جربنا النظر مرارا وتكرارا فوجدناه يفيد العلم، اذا اصبحت افادته للعلم امر ايه؟ امر ضروري. قوله من التجربة اي تجربة النظر، اي اننا جربنا النظر مرارا فوجدناه يفيد العلم، ولا شك ان العلم المستفاد من التجربة ضروري. هذا انه راجع للمجربات زي الحسيات وزي الاوليات وزي البديات، واصبح من الايه؟ من الضروريات. قوله كافية في الرد عليهما، لأن من أنكر الأمر الضروري لا يلتفت إليه. يعني ما دامت العلم بذلك ضروري فهذا إيه؟ يكفي. ليه؟ لأن من أنكر، إذا وصل الأمر إلى إنكار الضروريات إنما لا تلتفت إلى هذا المخالف، كأنه لا يعبأ به. يعني إذا وصل به الحد أنه ينكر شيء ضروري يبقى معناها ما فيش داعي تضيع وقت معه، لا تلتفت له. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهل. قوله لا يقال هو وارد، يعني كأنه كلمة من أول لا يقال، قلنا إيراد كأنه فيه هنا إيراد على قوله إن العلم بإفادة النظر ضروري. يقول لك طب لما هو ضروري لماذا اختلفوا فيه؟ فهنا راح استدرك، كأنه استدراك أو إيراد، فقال لا، لأن نقول ذلك اللي هو الضروري الذي لا يختلف فيه اللي هو ليس له سبب. يبقى إذن الضروري على قسمين، ضروري لا يختلف فيه اللي هو ايه؟ ليس له سبب، وضروري يمكن ان يختلف فيه وهو ما له سبب. والمثال هنا كما قلت لكم اللي هو ايه؟ زي حلاوة الايه؟ العسل، او حلاوة الطعام. هنا ايه؟ كون حلاوة العسل ضرورية متوقفة على ايه؟ على سبب، وهو ان تذوق العسل. فمن شاركك في نفس السبب أصبح عنده إيه؟ حلاوة العسل أو حلاوة الطعام ضرورية. أما من لم يشاركك في التذوق فلا يكون حلاوة الطعام أو العسل عنده ضرورية. إذن الضروري يمكن اختلف فيه أو لا، اللي هو إيه؟ من القسم الثاني الذي له سبب. إذا ليس كل ضروري لا يختلف فيه. إذن المسألة اللي معانا دي من الضروري المختلف فيه، لأنها لها إيه؟ لها سبب، كون العلم يفيد النظر في سبب. ما هو السبب؟ هو النظر. فإذا شاركك في النظر وجرب ذلك أصبح العلم بإفادة النظر للعلم يصبح ضروري. أما من لم يشارك لا يكون إيه؟ ضروريا. يبقى إذن الضرورية على إيه؟ على قسمين. قوله لا يقال هذا وارد على كون العلم بإفادة النظر ضرورية، وتكرير ذلك الاعتراض أن يقال لا نسلم أن ذلك العلم ضروري. وهو الشيخ بيقول وضرورة العلم، يعني العلم الضروري، فحنعترض ونقول إيه؟ لا نسلم أن ذلك إيه؟ العلم ضروري. طيب ليه لا نسلم؟ لأنه لو كان ضروريا لما اختلف فيه العقلاء، لكن التالي باطل. خلاص، فكذا المقدم، يعني التالي اللي هو إيه؟ اختلاف العقلاء فيه، يبقى المبني عليه اللي هو المقدم اللي هو كونه ضروري باطل. قوله وهذا أي العلم بإفادة النظر، العلم بإفادة النظر العلم، يعني كونك تعلم بأن النظر يفيد العلم، فعلمك بأن النظر يفيد العلم هذا ضروري. خلاص، يبقى الضروري هو علمك بإفادة النظر العلم، لأن العلم اللي هو مترتب على النظر ليس ضروري وإنما نظري.
إنما علمك أنه يفيد العلم هو الضروري، مش العلم اللي هو إيه يعني، لأن النظر ترتيب أمور أو ترتيب إيه أو وضع معلوم يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم، يبقى ده نظري بس اللي حتتوصل إليه. إنما من البداية لولا أنك تعلم أنه يفيد العلم لما نظرت أصلا. خلاص؟ قوله اختلفوا فيه أي بالإفادة وعدمها، قوله لأن نقول منع للشرك من أول كلمة لأن ده تعليل، ده هذا منع للشرعية اللي إيه؟ لو كان النظر يفيد العلم، خش كده، لو كان ضروريا لما اختلف فيه العقلاء. يعني احنا عاوزين نمنع الشرطية اللي هو ايه؟ عدم ضروريته. عاوزين نمنع هذا، يعني نثبت انه ضروري، نمشي انه ليس ضروريا. انا قال لو كان، اذ لو كان ضروريا، دي الشرطية اللي فيها لو، لما اختلف فيه العقلاء. هو بيقول لأننا نقول إلى آخره، لأننا نقول ذلك في الضروري، ده منع ليه؟ للشرطية. إيه الشرطية؟ إنه عاوزين يقولوا إنه العلم ده ليس ضروري، لأنه لو كان ضروري لما اختلفت، عاوزين نمنعها دي، ونقول لهم فعلا هو ضروري، لكن الضروري على نوعين مش على نوع واحد. قوله لأننا نقول منع للشرطية، عارفين ايه الشرطية؟ اللي لو كان ضروريا. حاصله أن لا نسلم أن كل ضروري لا يقع فيه الاختلاف. أيوة. لا نسلم أن كل ضروري لا يقع فيه الاختلاف، بل قد يقع فيه، فيصبح الضروري على ايه؟ على قسمين، ضروري يقع فيه الاختلاف وهو ما له سبب، وضروري لا يقع فيه الاختلاف وهو ما ليس له ايه سبب. مفهوم كده؟ قوله ذلك اي عدم اختلاف العقلاء. قوله كهذا اي ما ذكر من العلم بإفادة النظر العلم. قوله الا من شاركه في السبب، يعني بيقول هنا فلا يدرك ضرورة اللي هو الضروري الذي له ايه له سبب، لا يدركه ضرورة إلا من شاركه في السبب. شاركه في السبب أي باشر أو وباشر، أي وباشرة، يعني زي حكاية حلاوة العسل، يعني هو ذاق وانت ذقت، هو أكل وانت إيه أكل. قوله فلا يدركه، الأولى لا يدركها، ما دام قال حلاوة يبقى الأولى يقول لا يدركها أي الحلاوة. ولعله ذكر، ومش ولعله ذكر، ولعله ذكر نظرا إلى أن الحلاوة شيء مذوق، يبقى أصبحت مذكر. وسبب حلاوتها ذوقها. قوله في مسألتنا هي إفادة النظر العلم. المسألة اللي احنا معانا اللي احنا بدأنا بها الدرس، هل النظر يفيد العلم؟ قلنا فيه ثلاثة مذاهب، مذهب أهل السنة، ومذهب السمنية، ومذهب مين؟ ومذهب الايه؟ المهندسين. ده قوله العثور أي الاطلاع، والمراد بالاطلاع المباشرة. هات بس المثل الأول، والسبب في مسألتنا، والسبب في مسألتنا العثور على النظر الصحيح المطلع على وجه الدليل. لا، المطلع، المطلع على وجه الدليل. السبب في، يعني احنا قلنا حلاوة العسل لها سبب عشان تدركها إدراك ضروري اللي هو ايه؟ الذوق. طب ايه السبب في المسألة دي اللي هي ايه؟ ايه المسألة أولا؟ إفادة النظر العلمي. ايه السبب فيها؟ العثور على النظر الصحيح المطلع على وجه الدليل، فمن شاركك في هذا النظر يدرك أن إفادة النظر للعلم أمر ضروري، أما من لم يشاركك يختلف معك في كونه ضروري أو غير إيه؟ لأن هذا من الضروري الذي إيه؟ الذي له سبب. قوله العثور
أي الاطلاع، والمراد بالاطلاع المباشرة والتلبس. ولا شك أن كل من باشر النظر الصحيح أفاده العلم بالمنظور فيه. قوله المطلع شو؟ كل من باشر، يعني من لم يباشر لا إيه يصل إلى هذه المحل. قوله المطلع أي المؤدي صفة كاشفة. ما هو هو كذا صفة كاشفة، لأن النظر نفسه يطلع أو يؤدي. المطلع لأنه هو معلق عليه فاطلع فرآه في سوائه. يلا اشتني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحشي رحمه الله: قوله على وجه الدليل، مسألتنا العثور على النظر الصحيح الذي على وجه الدليل. مسألتنا يعني السبب في المسألة دي بتاعتنا، ما هو السبب في حلاوة الطعام في الإدراك الضروري لها الايه الذوق. طب هنا الذوق لا، السبب هنا الايه العثور على النظر الصحيح المطلع، لان النظر ينقسم الى قسمين، في صحيح وفي ايه فاسد. الفاسد ده ملوش لازمه، عايزين النظر الصحيح المطلع على وجه الايه الدليل. واما ما احتج به هيتكلم في ايه حجج المهندسين، وبعدين ايه ابطال هذه الايه الحجج. يبقى الان هلخص لك انا ايه قلنا ايه كون افادة النظر للعلم ضروري لما نازعوا فيها، الشيخ رد وقال ايه الضروري قسمان، قسم لا يختلف فيه وهو ما ليس له ايه سبب، والمثال الكل اعظم من الايه هذا، لان كونه ايه كونه كلا يستلزم انه اعظم من ايه من الجزء، فهذا ليس له سبب. انما الذي له سبب زي ايه ادراك حلاوة الايه العسل، فهذا من الضروري الذي يختلف فيه وهو ما له سبب، فلا يكون ضروريا إلا بالمشاركة في السبب، كحلاوة الطعام مثلا
فمن اشترك في ذوقه معك إذا اشترك في إيه؟ في سبب الإدراك الضروري، ولا يخالف فيه إلا من لم يذقه. يبقى هنا تمكن إيه؟ ها؟ في هذه الحالة تمكن المخالفة، لأن هذا من الضروري الذي إيه؟ الذي له سبب. في هذه المسألة التي نحن بصددها، ما هي هذه المسألة؟ أن النظر الصحيح يفيد الإيه؟ يفيد العلم. يبقى في هذه المسألة السبب في الإدراك الضروري لإفادة النظر للعلم هو إيه؟ الشيخ قال هو العثور على النظر الصحيح، يعني فمن نظر نظرا فاسدا غير صحيح، يعني فمن لم يعثر على هذا النظر الصحيح قد لا يدرك ذلك بالضرورة، فيقع الاختلاف لعدم الايه؟ لعدم المشاركة. وهو لازم يشارك في السبب، فإذا لم تكن هناك مشاركة كيف تنتفي المشاركة؟ بعدم العثور على النظر الصحيح، بأنه ينظر نظرا غير صحيح، إذا لم يشارك. واضح ولا مش واضح؟ طيب يلا شوف. قال المحشي رحمه الله: قوله على وجه الدليل، الدليل كالعالم وجهته وجهته الحدود والتغيير. لا وكان في صفحة كام احنا؟ 20. لما قال ايه؟ والسبب في مسألتنا العثور على النظر الصحيح المطلع على وجه الدليل. يبقى اذا هناك دليل وهناك وجه الدليل، يعني اللي هي جهة الدلالة. فمثلا الدليل في مسألتنا هذه مثلا العالم، جهته يعني ما هي الجهة التي يستدل بها؟ ليس هي ذات العالم، وإنما جهة الدلالة هي الحدوث والتغير والوجود والإمكان، ثم تحمل الجهة عليه. يبقى العالم إيه؟ العالم موضوع، والجهة اللي هي الحدوث أو الإمكان تبقى إيه؟ محمول. فنقول العالم إيه؟ حادث، أو العالم ممكن، أو العالم متغير، خلاص كده، أو العالم موجود. ثم تحمل الجهة عليه نحو العالم حادث، ثم تجعل لإيه؟ أو تجعل ثم تجعل، لا تجعل ثم تجعل موضوعا، يعني الجهة بعد أن جعلت محمولا تجعل إيه؟ ويحمل عليها المطلوب بأن تقول كده العالم حادث، بحادث دي هي جهة الدلالة. هنا موضوع ولا محمول؟ محمول. فنجعلها موضوعا فنقول وكل إيه؟ حادث لا بد له من محدث. بعد كده قالوا الدليل ده هل يكون مفرد ولا يكون إيه؟ مركب. فعند الأصوليين الدليل مفرد، هذا هو مذهب مين؟ الأصوليين. يعني الدليل مثلا على وجود الله عندهم العالم، إنما عند المتكلمين لا، الدليل عندهم العالم حادث، يبقى في موضوع في إيه؟ كيف يستدل به وهو مفرد؟ قالوا الاستدلال حيرجع إلى جهة الدلالة، والمراد بجهته عندهم ما يجعل حدا وسطا عند التركيب. يعني لو ما فيش تركيب خلاص بيكفي أننا نعرف جهة الإيه؟ الدلالة. لكن إذا كان هناك تركيب نجعل الإيه؟ الجهة، أو نجعل الحد الوسط، المراد بجهته عندهم ما يجعل حدا وسطا عند التركيب. فمثلا الجهة هي الحدوث، فكيف تجعل هذه الجهة هي الحد الوسط؟ العالم إيه؟ حادث وكل حادث، هنا أصبحت الجهة هي الحد إيه؟ الوسط، لأنه الوسط اللي هو إيه؟ المكرر، فإذا حذف تأتي إيه؟ النتيجة. وبكونه صحيحا، يبقى إذن
المراد بكون الدليل مفردا عرفناه، وبكونه صحيحا أن يكون النظر فيه من الجهة الموصلة للمطلوب. فإذا نظرنا في الدليل من غير جهة الدلالة لا نصل إلى المطلوب أبدا. فقد يكون الدليل صحيح لكن ما هو الخطأ؟ هو الاستدلال، هو إيه الاستدلال اللي هي الجهة. فهمت كده؟ يلا شفنا قوله على وجه الدليل، الدليل كالعالم. لا على وجه الدليل. لا على وجه الدليل. نعم. الدليل كالعالم وجهته الحدوث والتغير والوجود والإمكان. يعني إما أن تجعل جهة الدلالة الحدوث أو التغير أو الوجود أو الإمكان. طيب السؤال هنا كيف الإمكان معروف فيه ترجيح طرفين مش كده، والتغير معروف كل متغير لا بد له من مغير فدام التغير ده، والحدوث معروف اللي هو الوجود بعد ايه. طيب كيف يكون الوجود نفسه دليلا؟ استمرار يا ابن اسكت يعني امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. اتق الله. يبقى احنا قلنا ايه الوجود كيف يدعى الوجود ده كيف يدعى؟ لان المراد بالوجود هنا عن الوجود اللي هو بعد عدم، وليس المراد بالوجود نفس الايه الوجود، والا لاحتاج القديم الى استدلال على ايه عليه. خلاص يبقى الوجود يعني معناها اللي هو بعد عدم يعني يساوي ايه الحدوث، يعني كونه موجودا بعد ايه. لانه لو قلت لك ما هو الدليل على عدم العالم لا يحتاج العدم الى دليل، ده هو عدم الدليل هو الدليل. يبقى لازم ننظر في جهة الايه في جهة الدلالة. وعندك القاعدة عارفها حذكرها الامام السنوسي فيما بعد اللي هي ايه، يلزم من وجود الدليل وجود الايه المدلول ولا عكس، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. شوف كده احفظك، يلزم من وجود الدليل وجود الايه ولا عكس، يعني يلزم من عدم. والمفروض طالما يلزم من وجود الدليل وجود المدلول يبقى المفروض نقول كده ومن عدمه عدمه. لا ليه؟ لان الدليل على وجود الله هو ايه هو العالم، فيلزم من وجود العالم وجود الحق تعالى، لكن لا يلزم من وجود الحق وجود العالم، لأن الله تعالى كان موجودا. لا يلزم من عدم العالم عدم، ولا يلزم من عدم العالم، لأن الله كان موجودا ولا عالم ولا كان الله ولم يكن شيء غيره مش معه. خلاص كلمة غيره دي غير كلمة معه، لأنه معه مش موجودة في أي رواية، هات كده كتب السنة كلها ما تلقاش معه. إنما الموجود ولم يكن شيء قبله في صحيح البخاري في موضعين، في كتاب بدء الخلق وفي كتاب التوحيد، كان الله ولم يكن شيء غيره ده في بدء الخلق، كان الله ولم يكن شيء قبله ده في كتاب الايه التوحيد. يعني عندك روايتين في صحيح الايه البخاري، لكن معه فين دي هتهاجم ليه؟ لما تقول كده مثلا هذه امرأة ما ولدت غير هذا الغلام، يبقى معناها لا ولدت لا معه ولا قبل ولا بعد. شوف كده غيره. انما اذا قلت ما ولدت قبله فهذا لا ينفي ان تكون ولدت معه ولا ينفي ان تكون ولدت بعده. فخذ بالك من دقة الترجمة عند مين؟ عند الامام البخاري رضي الله عنه. يلا اسمع. طب هنا قوله قلت لك اسكت. قوله على وجه الدليل، الدليل كالعالم وجهته الحدوث والتغير والوجود والامكان، ثم تحمل الجهة عليه. تحمل يعني تجعل محمول، والعالم هو ايه موضوع. ثم تحمل الجهة عليه نحو العالم حادث، ثم تجعل موضوعا ويحمل يعني عليه. مرة الجهة تبقى محمول، وبعد ما تبقى محمول تبقى موضوع ويحمل عليها المطلوب. لأن نقول وكل حادث لا بد له من محدث، لأننا نريد أن نثبت أن العالم له محدث.
نعم. وكون الدليل مفردا ده مذهب مين؟ مذهب الاصوليين. وكون الدليل مركبا ده مذهب مين؟ العلماء الكلام. علماء الكلام يعني علماء الكلام والمناطق ايضا عندهم الدليل لازم يكون ايه؟ مركب. اما الاصوليين يكفي انه ايه؟ مفرد. وسواء كان مفرد او مركب لا بد من جهة الايه؟ من جهة الدلالة. ولذلك فرقوا بين الدليل والبرهان. الدليل يمكن يكون ايه؟ مركب وممكن يكون ايه؟ مفرد. اما البرهان لا بد ان يكون ايه؟ مركبا. والبعض قال ايه؟ مترادفان، يعني الدليل هو البرهان والبرهان هو ايه؟ الدليل. هو الدليل. نعم. قوله على وجه الدليل، الدليل كالعالم وجهته الحدوث والتغير والوجود والإمكان، ثم تحمل الجهة عليه نحو العالم حال، ثم تجعل موضوعا ويحمل عليها المطلوب بأن نقول وكل حادث لا بد له من محدث. وكون الدليل مفردا مذهب الأصوليين، والمراد بجهته عندهم ما يجعل حدا وسطا عند التركيب، وبكونه صحيحا أن يكون النظر فيه من الجهة الموصلة للمطلوب. بعدين يقولوا ايه؟ واما ما احتج به الايه؟ المهندسون. ارجع للشرح. ارجع للشرح. واما ما احتج به المهندسون من ان الحكم على الشيء فرع عن فرع تصوره، وحقيقة الاله يستحيل تصورها، فلا يدرك بالنظر الحكم عليها. وبأن أقرب الأشياء إلى الإنسان هويته التي يشير إليها بأنا، وفيها من كثرة الخلاف ما علم، فما ظنك بأبعدها عن الأوهام والعقول فمن. يبقى إذن احتج، خد بالك، والآن شرع يذكر حجج الجماعة الأمة أو الطائفة اللي سماها أصحاب الهندسة، خلاص؟ والجماعة السمنيين خلاص لا تعتبرهم، لأنهم إيه؟ كلامهم سابق ويخالفون الإيه؟ الضروري، خلاص؟ يخالفون أو يجحدون إيه؟ الضروري. وإذا وصل الأمر إلى جحد ما هو ضروري يبقى ما فيش داعي إيه؟ للكلام معهم. يبقى احتج المهندسون على دعواهم بدليلين. فين الدليل الاول؟ عندما قال ايه؟ وحقيقة الاله. يبقى خد بالك هم احتجوا بدليلين. الاول وحقيقة الاله، لا لسه. وما ما احتج به المهندسون من ان الحكم على الشيء فرع تصوره، يعني 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 معناها لما نيجي نحكم على الاله بانه موجود او غير موجود، يبقى الحكم على الشيء فرع تصوره، وتصور حقيقه الاله يستحيل تصورها، فكيف يحكم عليها بوجود او بغيره، او كيف يحكم عليها مطلقا؟ ده الدليل الاول. يبقى معناها فلا يدرك، وذلك المهندسون منعوا إفادة النظر في الإلهيات فقط، فقالوا إيه؟ الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ ده. وهل يمكن أن نتصور حقيقة الإله؟ يبقى إذن لا يدرك بالنظر الحكم عليها، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، وهنا لا يمكن التصور فلا يمكن الحكم. فهمتوا لسه؟ ده ايه الدليل الايه؟ الاول. طب والثاني؟ اقرب الاشياء الى الانسان هويته. قالوا اقرب حاجه لهويتك اللي انت بتشير اليها بانا. نعم. وفيها من كثره الخلاف، يعني ما هي هويه الانسان؟ هل هي النفس؟ هل هي الروح؟ هل هي الجسد؟ هل هي السر الرباني؟ هل هي الهيكل؟ ده فيها اختلاف. اذا لا يمكن ادراك تصور هويتك، وهي أقرب الأشياء، فكيف بأبعدها يشير إلى الذات الإلهية؟ يعني أقرب حاجة لي مش ممكن تتصورها، فكيف تتصور أبعد حاجة؟ يبقى لم نفسك وخليك إيه ساكت. يبقى المهندسون احتجوا على دعواهم بدليلين، ألخصهم لك.
قالوا حقيقة الإله يستحيل تصورها، وما كان كذلك لا تدرك أحكامه بالنظر، ولذلك عندهم النظر لا يفيد إيه؟ ها؟ العلم في الإلهيات. اثنين، لو كان النظر مفيدا في الإلهيات لما اختلف العقلاء فيما هو أقرب إلى الإنسان وهو إيه؟ وهو الهوية بتاعته. وكلمة هوية في بعض الناس يقول لك هوية خطأ، لأنها منسوب نسبة إلى إيه؟ إلى هو بضم إيه؟ الهاء. هوية الشيء ما به الشيء هو هو، هذه الهوية. والهوية هي الماهية، لأن الماهية إذا اعتبرت، خد بالك، الماهية إذا اعتبرت بقيد التحقق سميت ذاتا وحقيقة. ولذلك لا يقال ذات العنقاء. علمت أن المستحيل إيه؟ ثلاثة، الغول وإيه؟ والعنقاء والخل إيه؟ الوفي. طبعا العنقاء ده شيء وهمي، فهو ليس إيه؟ ليس له حقيقة، فلا يقال فيه ايه؟ هوية، لأن الهوية باعتبار ايه؟ باعتبار التعين والتشخص. يبقى الحقيقة أو الشيء، ماهية الشيء، يعني الشيء ما به الشيء هو هو، ده الماهية. أما إذا نظرنا إلى تحققه يسمى ايه؟ ذات وحقيقة. وإذا نظرنا إلى تعينه يسمى إيه؟ هوية. يبقى الفرق بين الهوية والماهية والحقيقة. يبقى إذا اعتبرت اللي هي إيه؟ الهوية، الهوية مع قيد التشخص تسمى هوية. ولذلك يقولوا في البلاد العربية، إحنا هنا في مصر يقولك فين البطاقة، هنا يقولك فين الهوية. هو بيسأل عن إيه؟ عن الشخصية، عن التشخص. لكن لو قال لك ايه هويتك تقول له انا بني ادم، ده لا، لو عاوز ايه؟ عاوز الشخصيه، عاوز التشخص. يبقى في هذه الحاله ايه؟ تسمى ايه؟ هويه نسبه الى هو، كالانسانيه نسبه الى الانسان، والماهيه نسبه الى ايه؟ الماهيه نسبه الى ماء. طب لما ننسب الى ماء هتبقى ايه؟ مائيه. وتقلب الهمزة هاء وتشدد الياء فتبقى إيه؟ ماهية. فالنسبة إلى إيه؟ إلى ما. السؤال به، السؤال عن الماهية يكون بإيه؟ بما، خلاص. والسؤال عن الهوية يقول ما هو. واضح؟ طيب، يبقى إذن عرفنا احتجاج إيه؟ طائفة المهندسين احتجوا بإيه؟ نعم، بأمرين. أول أن الإله يستحيل تصوره. والأمرين فيهم إيه؟ فيهم تفصيل. إحنا قلنا في كم مذهب في موضوع إفادة النظر للعلم. أول مذهب إفادته مطلقا. المذهب الثاني عدم إفادته إيه؟ مذهب مين اللي هو عدم إفادته مطلقا؟ طيب، إفادته في الإلهيات فقط. مذهب مين؟ وتكلمنا في مذهب السمنية وبيان بطلانه. نأتي إلى شبه مين؟ المهندسين. قالوا لو أفاد النظر العلم في الإلهيات لكان شرطه، وهو التصور، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكان التصور متحققا والتالي باطل ضرورة وكسبا. فأما ضرورة فظاهر، اللي هو إنه لا يمكن تصور حقيقة الإله. وأما كسبا فلأن الحد ممتنع لامتناع التركيب. يعني إيه الحد ممتنع لامتناع التركيب؟ لأنه الحد معناها في تركيب، الحد عن التعريف، يتركب من الجنس والفصل. أي حد الإله ممتنع لأنه ليس مركبا، لأن الإله لا جنس له ولا ولا فصل. طيب، إذا عرفنا أو عملنا الحد بالرسم، الرسم لا يفيد تصور الحقيقة. وأجيب بأن الرسم قد يفيد وإن لم يستلزم.
ولو سلم بأنه لا يفيد فمطلق التصور كاف، يعني يكفي مطلق التصور، لأننا نتصور الإله بوجه ما، يعني بأنه ذات مخالفة لسائر الذوات وأنها موجودة، فهذا مطلق تصور وليس تصور كامل، يعني شيء من التصور وليس انعدام التصور مطلقا. فمن هنا كلامهم لما يجي الشيخ حيطلب انه الحكم على الشيء فرع عن تصوره وحقيقة الإله لا يمكن تصورها، حيأتي هنا في صفحة 20 وبيقول لك فلأن الحكم إنما يتوقف على تصور ما وهو موجود لا على كمال التصور. إذن منع الشارح هذين الاحتجاجين، أي منع يعني ردهما. ده شبهة من شبه مين؟ المهندسين. شبهة ثانية، قالوا إن أقرب الأشياء إلى الإنسان هويته التي يشير إليها بقوله أنا، وقد كثر فيها الخلاف ولم يحصل الجزم ما هي هوية الإنسان، هل هي الهيكل المخصوص أو هي لطيفة ربانية سارية فيه، ولا هي جوهر مجرد متعلق بالبدن، ولا هي جزء لا يتجزأ فيه، فكيف فيما هو أبعد؟ يعني إذا كان هذا الاختلاف في شأن أقرب الأشياء إليك وهي نفسه أو هويته، فما بالك بأبعدها كالسماوات والعناصر وعجائب المركبات، وما بالك بما هو أبعد من الأبعد كالمجردات والإلهيات من مباحث الذات والصفات. فجواب الشيخ بيقول بأن ذلك يدل على الصعوبة لا على المنع. ثم جاءت الشبهة الثالثة، أن العلم بأن الاعتقاد الحاصل عقب النظر علم إن كان ضروريا امتنع أن يقع أو يظهر بعد ذلك خلافه، واللازم بقسميه باطل، لأن كثيرا من النظار لا يقع إثر نظرهم إلا الجهل، يعني ممكن بعض الناس ينظرون فيقع عقيب النظر الجهل مش العلم، ولأن الناظر ربما يظهر له خلاف ما حصل له أولا، وإن كان نظرا وإن كان نظريا، يعني لو كان ضروري يبقى إذا مش هيقع الخلاف اللي قلناه. طب وإن كان نظريا افتقر إلى نظر آخر يفيد العلم، لأن هذا علم ويحدث الدور والتسلسل. وأجيب بأن نختار أنه ضروري ولا نسلم وقوع ما ذكروه، إذ الكلام في النظر الصحيح ولازم الحق حق قطعا، أو نختار أنه نظري ولا نسلم افتقاره إلى نظر آخر حتى يقال إنه يتسلسل، بل النظر بعينه يفيد العلم بالنتيجة ويفيد أن ذلك علم لا جهل أو ظن. ثم قالوا إن النظر مشروط بعدم العلم بالمطلوب. ليه؟ لئلا يلزم تحصيل الحاصل، فلو كان مستلزما له لما كان مشروطا بعدمه، يعني عشان تنظر في الوصول إلى المطلوب لازم يكون ليس عندك علم به، لأنه لو كان عندك علم به حتصل إلى إلى تحصيل الحاصل لامتناع كون الملزوم مشروطا بعدم اللازم. فالرد عليهم بأنه مشروط النظر مشروط بعدمه، يعني بعدم معرفة النتيجة ابتداء، ومستلزم له استعقابا، يعني في لازم وفي ملزوم، في البداية مشروط بعدم، إنما في النهاية حتصل إلى إلى العلم بالمطلوب. ولا إشكال العلم بوجوب الواجب هو الأساس في الإلهيات، ولا يمكن اكتسابه بالنظر،
لأن النظر يستدعي دليلا يفيد أمرا ويدل عليه، وذلك إما نفس ثبوت الصانع أو العلم به، فإن كان الأول لزم من انتفائه انتفاءه، ضرورة انتفاء المفاد بانتفاء المفيد، وإن كان الثاني لزم من عدم النظر في الدليل ألا يكون دليلا. شوف الشبه اللي هم إيه جمعوها. ثم الجواب في آخر شيء ده أن لا نعني بكون الدليل مفيدا للشيء، يعني إيه معنى الدليل يوصلك إلى المطلوب؟ مش معناه يفيدك بوجوده، إنما يفيدك العلم به على ما هو شأن العلل، بل إنه بحيث وجد وجد ذلك في الشيء، ومتى نظر فيه علم ذلك الشيء، وبهذا يتبين أنه لا إشكال في وجود الباري وإثباته بالبرهان والحكم على الباري سبحانه وتعالى بالبراهين والأدلة، ولا يقال كما زعموا أن إثبات الأحكام للباري فرع الشعور به بوجوده. وكيف يفعل ذلك؟ لأن إذا تعقلنا، مجرد تعقلنا إن الصنعة لها صانع والعالم له إيه خالق، أثبتنا له ما ينبغي على إيه؟ على الوجه الذي ينبغي، زي إحنا ما نستحضر في أذهاننا الشريك ثم ننفي إيه وجوده. طيب هيقول لك كيف يمكن إقامة الدليل على إثبات ما ليس بمعلوم والمحكوم عليه بأمر لا بد أن يكون متصورا معلوما؟ يبقى التصور الذي عندنا ليس تصور حقيقة الإله، وإنما تصور يعني إدراك ماهية تخالف سائر الممكنات، وإن لم نعلم ما تخالف به سائر الممكنات، لكننا نعلم يقينا أن ماهية الإله تخالف سائر الإيه؟ الممكنات، ضرورة توقف الممكنات على موجود يخالفها، وإلا إذا كان مشابها أو إذا كان مثلها لا شمله الحكم وهو إيه؟ وهو الحدوث، فأصبح ممكنا مثلها، فالممكنات كلها تنقطع سلسلتها وتتوقف على إيه؟ موجود يحكم له بالوجوب لا بالإيه؟ لا بالإمكان. وبالوجه الذي أثبتوا له ما هي تخالف سائر الممكنات، يبقى يثبت له وجود يخالف سائر الموجودات، فهذا هو الوجه الذي منعوه اللي هو لا يمكن تصور حقيقة الإله. يبقى إذن يمكن تصورها بوجه إيه؟ بوجه ما. ما هو الوجه؟ أنها موجودة وأنها تخالف سائر الإيه؟ الممكنات، وإن لم نعلم بماذا تخالف سائر الممكنات. الله أمر. وأما ما احتج به المهندسون من أن الحكم على الشيء فرع تصوره، وحقيقة الإله يستحيل تصورها فلا يدرك بالنظر الحكم عليها، وبأن أقرب الأشياء إلى الإنسان هويته التي يشير إليها بأنا، وفيها من كثرة الخلاف ما علم، فما ظنك بأبعدها عن الأوهام والعقول؟ قال فممنوع. فممنوع يعني منع السنوسي هذين الاحتجاجين، أي ردهما. نعم. هات الحشي. المحشي رحمه الله قوله وأما ما احتج به المهندسون، حاصله أنهم احتجوا على أن النظر لا يفيد العلم في الإلهيات، أي لا يفيد العلم بالأحكام الثابتة للإله باحتجاجين. طبعا الاحتجاجين حيتفرع منهم أشياء كثيرة، فهو أجملها في إيه؟ في احتجاجين. الأول تقرير الأول منهما أن يقال حقيقة الإله يستحيل تصورها، وكل ما يستحيل تصوره لا يدرك، أي لا يعلم بالنظر الحكم عليه، ينتج ذات الله لا يدرك بالنظر لا يدرك بالنظر الحكم عليها. يبقى هذا هو إيه تقرير إيه الدليل إيه الأول. نعم. حقيقة الإله يستحيل تصوره. نعم. وكل ما يستحيل تصوره لا يدرك بالنظر، إذن ذات الله تعالى لا تدرك بالنظر.
نعم. والصغرى ظاهرة. الصغرى اللي هي ايه؟ اللي هي حقيقة الله يستحيل تصوره. والكبرى دليلها ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الكبرى اللي هو كل ما يستحيل تصوره لا يدرك. يبقى الدليل بتاعها ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا يحكم عليها لانه لا يمكن تصورها. نعم. والصغرى ظاهرة والكبرى دليلها ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقول الشارح من ان الحكم يعني من ان الحكم اي على الشيء فرع عن ايه؟ عن تصور الى اخره. هو في الحقيقة دليل الكبرى. ما عشان كده قال والكبرى دليلها. نعم. وقوله وحقيقة الاله هو الصغرى اللي هي في صغرى وفي كبرى. نعم. وقوله فلا يدرك ده النتيجة. هو النتيجة يعني عاوز يصل الى النتيجة وهي عدم ايه؟ ادراك حقيقة الاله بالنظر. نعم. وحذف الكبرى للعلم بها من دليلها لان دليلها هو ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والكبرى وكل ايه؟ ما يستحيل تصوره لا يدرك. فحذفها للعلم بها من دليلها. والمراد بالحكم في قوله لا يدرك النسبة كثبوت الوجود. يعني مثلا الحكم يعني النسبة مش في محمول وفي موضوع في نسبة بينهما. نعم. فجاب مثال قال كثبوت الوجود يعني كثبوت الوجود للإله فهذا حكم. فلما أثبتنا أنه موجود مش حكمنا له بالوجود؟ نعم. كيف يحكم بثبوت حقيقة لا يمكن تصورها؟ هذا هو دليل مين؟ دليل المهندسين الذين منعوا إفادة النظر في الإلهيات فقط. والمراد بالحكم في قوله لا يدرك النسبة كثبوت الوجود أي فلا يعلم بالنظر ثبوت شيء لها. يعني طالما هي لا تدرك حقيقتها فلا يمكن أن نثبت عن طريق النظر شيء أي شيء لها لا وجود ولا غيره. وتقرير الثاني منهما أن يقال أقرب الأشياء إلى الإنسان. قلنا احتجوا به باحتجاجين. قرر لك الأول ثم الآن يقرر لك الثاني يعني التقرير يعني التفصيل يعني. وتقرير الثاني منهما أن يقال أقرب الأشياء إلى الإنسان هويته ولم يكن النظر مفيدا العلم فيها مفيدا العلم بها. يعني لم يكن النظر في هويتك مفيدا للعلم بها. نعم. لأنه لو كان مفيدا للعلم يعني العلم حيكون على جهة القطع ولما اختلف العقلاء فيها واللازم باطل فكذا الايه فكذا الملزوم. نعم. وتقرير الثاني منهما أن يقال أقرب الأشياء إلى الإنسان هويته ولم يكن النظر فيها مفيدا للعلم بها إذ لو كان مفيدا للعلم بها لما اختلف العقلاء فيها واللازم باطل فكذا الملزوم. وإذا كان النظر لا يفيد العلم فن اللازم وفن الملزوم اللازم اختلاف العلماء. طب والملزوم هو إمكانية النظر في إمكانية الإدراك. لو كان النظر فيها مفيدا للعلم لما هذا هو الملزوم. اللازم منتفي لأن العلماء اختلف. اللازم باطل والملزوم ايه كذلك. وإذا كان النظر لا يفيد العلم بما هو أقرب للإنسان وهو هويته فلا يفيد من باب أولى بما هو أبعد. يعني إذا لم يفدك النظر فيما هو أقرب فكيف يفيدك فيما هو أبعد؟ نعم. قال
وإذا كان النظر لا يفيد العلم بما هو أقرب أقرب الأشياء للإنسان وهو هويته، فلا يفيد العلم بما هو أبعد الأشياء إليه كذات الله وصفاته بالأول. يعني من باب أولى. أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم فلأنك ترى في مباحث النفس اختلافات كثيرة. اللي هي اللي بيقول عليها هوية الإنسان، يعني نفسه يعني حقيقته فيها اختلافات كثيرة. أولا اختلفوا هل هي عرض أو جوهر مجرد أو جزء لا يتجزأ أو أجزاء سارية بالبدن، ولم يحصل الجزم فيها بشيء. نعم، لم يحصل الجزم فيها بشيء. قوله وبأن أقرب عطف على المعنى، والباء بمعنى من الباء اللي في وبأن أقرب وبأن يعني ومن أن وبأن أقرب الأشياء، يعني أقول لك ومن أقرب الأشياء، يبقى الباء بمعنى إيه؟ من بمعنى من، الباء في بأن. نعم، بمعنى من، وهو احتجاج ثانٍ كما هو المتبادر، وهو في الحقيقة علة لصغرى ما قبله لا دليل ثاني. يعني هو مش احتجاج ثاني كما هو المتبادر، يعني بحسب المتبادر ده حجة ثانية أو احتجاج ثاني، لكن عند التحقيق ده علة لصغرى ما قبله لا دليل ثاني. إن هذا ليس دليل وإنما علة لإيه؟ للمقدمة الصغرى التي قبله، وليس إيه؟ دليلا ثانيا. قوله هويته عند المهندسين هي الروح، يعني لما قالوا أقرب شيء إلى الإنسان هويته يقصدون إيه؟ الروح، ونسبت إلى هو لأنه يعبر به عنها، يعني عندما نعبر عنها نقول إيه هو، أو نعبر به بكلمة هوية المنسوبة إلى إيه إلى هو. وعند أهل السنة يشار بأنا، يعني عندهم يشيرون إليها بإيه بالغائب، وعند أهل السنة يشار بأنا، والإشارة عند أهل السنة بأنا لإيه؟ مش للروح، وإنما للهيكل المخصوص المركب من روح وبدن. فعندما يقول الإنسان أنا، هل يشير إلى هيكله ولا إلى روحه ولا إليهما معا؟ معا. قوله بأبعدها هو الذات العلية، يعني بيقول لك يعني فما ظنك بأبعدها هو إيه؟ قوله فممنوع هنا إيه الرد، أي لا يفيد مدعاهم، أي لا يفيد ما احتج به المهندسون مما ذكرناه، لا يفيد الدعوة، لا يفيد إيه الدعوة، لا يفيد الدعوة. عندك الأول، أما الأول مش كده احتجوا باحتجاجين، أما الأول هو الآن فممنوع، هيقول لك أما الأول يعني أما منع الأول، يعني منع الاحتجاج ليه الأول. قال الشارح رحمه الله ما هو الاحتجاج الأول؟ أن الحكم على شيء فرع عن تصوره وحقيقة الإله لا يمكن، فأراد أن يمنع هذا الدليل أي هذا الاحتجاج، فقال أما الأول يعني أما منع الأول فلأن الحكم إنما يتوقف على تصور ما، وهو لو التصور الماذا موجود، وهذا يكفي لا على كمال التصور. يبقى إذن كمال التصور هذا هو الممنوع وهذا هو المستحيل، إنما تصور ما وهو تصور أنه موجود يعني إدراك أنه موجود هذا كافي، فمنع الإيه الأول. وأما الثاني اللي هو إيه، أما الثاني فلا، يعني الاحتجاج الثاني بأن أقرب الإنسان لا تدرك، بيقول لك لا تدرك، الثاني لا ينتج الامتناع بل العسر، وهذا مسلم لأن النظر خلاص صعب على غير أهله
ولذلك كان أهل الحق كما يقول في غاية الكلة. يبقى الثاني يعني الدليل الثاني لا ينتج أنه مستحيل ولكن ينتج أنه إيه؟ عسير. أنه عسير، وإحنا نوافق في أنه إيه؟ عسير يعني صعب، لكنه ليس إيه؟ ليس مستحيلا. بقوله أما الثاني، وأما الثاني فلا ينتج الامتناع. لا لسه احنا في الحاشية. قوله أما الأول قوله أما الأول قوله أما الأول أي ما منع الاستدلال به. يعني منع الاستدلال بالأول. قوله لا على كمال التصور أي لا على التصور الكامل. يبقى التصور الكامل هو تصور الذاتيات، ده هو ده الايه؟ هو ده المستحيل، لأنه ما فيش جنس وما فيش فصل وما فيش تركيب. فحينئذ يدرك بالنظر الحكم على الذات الإلهية. بس كيف يدرك الحكم عليها؟ نحكم عليها بأن لها وجود أو أن وجودها يخالف سائر الممكنات، ولا نحكم عليها بالتصور الكامل الذي هو إيه؟ مستحيل، لأنها تتصور إيه؟ بوجه ما. وأما الثاني ظاهره. وأما الثاني ماشي. وأما الثاني فلا ينتج الامتناع بل العسر، وهو مسلم لا شك فيه، إذ الوهم يلابس العقل في مأخذه والباطل. يعني هو عسير عشان حيختلط الوهم مع العقل، يعني العقل والوهم حيتنازلوا، فعشان كده عاوز إيه؟ عقلية قوية جدا، وعاوز ثبات، ومش عاوز إيه؟ الف للمحسوسات، عشان هنا حيحدث اختلاط وحتحدث ايه صعوبة. بيقول اذ الوهم بيقول ايه، واما الثاني فهو ايه فلا ينتج بل العسر، وهو ايه العسر مسلم، وهو او العسر مسلم، يعني نسلم لهم في ذلك. اذ الوهم يلابس العقل في مأخذه والباطل يشاكل الحق في مباحثه، يعني كأنه الباطل يحاول إيه يظهر بثوب في هيئة إيه الحق. ولهذا كان أهل الحق في غاية القلة ومنع أن يخوض فيما زاد على الضروري، يعني لا نخوض في هذا العلم فيما زاد على الضروري إلا لمين؟ إلا الأفراد من الأذكياء. ثم اختلف ده كلام خلينا بس فيما يتعلق بهذا فقط. يعني من أول ثم ده الدرس الجديد. ثم اختلف القائلون بإفادته هل العلم ده حاجة ثانية. خلينا بس عند إيه؟ عند الأذكياء نخلص ما يتعلق بها فقط. قوله وأما الثاني ظاهره أن المعنى وأما منع الثاني فلا ينتج وهو لا يصح، يعني معناها ظاهره وأما منع الثاني خلاص فلا ينتج، أي فلا ينتج إيه؟ فلا ينتج الامتناع وهو لا يصح المعنى ده. فالأولى أن يقال وأما ذات الثاني أو وأما الاحتجاج بالثاني فلا ينتج امتناع إفادة النظر العلم الذي هو مدعاه، وإنما ينتج أن إفادة النظر للعلم عسر لوجه العسر، لأن الوهم يلابس العقل. ثم إن في هذا الرد نظرا، لأنه يفيد أن النظر في ذات الإله يفيد العلم بحقيقتها، لكن ذلك العلم عسر فقط وليس كذلك، هي معنى مستحيل. يعني هو بيقول لك ايه فتح لنا الباب وشابه غيره. لا هو ما سابهوش يا مولانا خد بالك، هو بيقول لك ينتج أن إفادة النظر للعلم عسر، مش كده؟ يعني صعب، لأن الوهم يلابس العقل. ثم إن في هذا الرد نظرا، يعني ده المحشي ده اللي هو الشيخ الحامل رد السنوسي فيه نظر، بيقول رد السنوسي فيه نظر ليه؟ لأنه يفيد أن النظر في ذات الإله يفيد العلم بحقيقتها لكنه عسر. عظيم. بيقول لك لا ده ليس كذلك، بل العلم بحقيقة الذات مستحيل. نرد نقول إيه بقى عشان نفيد المعنى ده؟ ما ف
نفوت نرد بقى نقول ايه؟ ما المفروض كان جاد رد بديل. ما احنا قلنا في الاول يا مولانا احنا مش عاوزين التصور الكامل، عاوزين تصور ما اللي هو اثبات ذات موجوده مخالفه للذوات لها الكمالات. اما في ظاهر الكلام احنا كده نزلنا بالدليل الثاني يا مولانا، الدليل الثاني اللي هو بيقول ان ادراك النفس عسير، فما بالك بادراك الذات؟ يبقى اذا مستحيل، بنى المهندسون على ذلك الاستحاله. هو قال لا ايوه بس هو رفضها ليه؟ لان المراد بالادراك هنا ليس الادراك الكامل اللي هو في قصه النفس، عاوزين ندرك حقيقه النفس، وهذا مستحيل او هذا مختلف فيه او هذا عسير جدا وليس فيه جازم. تمام. اما بالنسبه للادراك بالنسبه لحقيقه الاله، هل ادراك الذاتيات الجنس والفصل هذا مستحيل؟ انما المراد ايه؟ الذي يكفي إدراك أنها موجودة وأنها متصفة بالكمالات ومنزهة، هذا هو الإيه الموجود. لكن في ظاهر الكلام، ظاهر كلام الشيخ السنوسي اللي هو الشيخ هنا قال لك لا، بيقول لك إيه إن في هذا الرد نظرا بحسب ظاهره، لأنه يفيد أن النظر في ذات الإله يفيد العلم زي النظر في النفس، ولكنه إيه عسر وصعب عشان الوهم يلابس الايه العقل. فهو الشيخ يقول ليس كذلك، ليس عسرا، بل هو ايه مستحيل. على ايه؟ التصور الكامل. انما الذي ليس مستحيل اللي هو تصور ما، بس كده قوله وهو، قوله وهو اي العسر، قوله اذ الوهم، لا مش العسر، وهو اي العسر، اي العسر. قوله إذ الوهم أي أن الوهم يعارض العقل في مأخذه، وهو القضايا التي يعني أحيانا الحق يشاكل الباطل، يعني الحق الباطل يلبس ثوب الحق. مثلا إيه؟ أهل السنة يقولوا كده إيه؟ الله تعالى موجود، وكل موجود يصح إيه أن يرى. إيه النتيجة؟ الله يصح أن إيه أن يرى. يجي المعتزلة يقول إيه؟ الله ليس في جهة، صحيح مش كده؟ وكل ما كان كذلك لا يرى، فالله لا يرى. هنا إيه؟ كأن كلام المعتزلة حق، فلبس إيه الباطل ثوب إيه الحق. ليه؟ لأن الوهم لابس إيه لابس العقل في مأخذه. اقرأ بس لحد قوله إذ الوهم أن الوهم يعارض العقل في مأخذه، وهو القضايا التي يستنتج ويأخذ منها ما يحكم به. فالحية مثلا إذا رأيتها قال العقل، شوف كده الحية أول ما تشوفها العقل يقول إيه؟ هذه دويبة، دويبة تصغير دابة، دويبة تحركها القضاء. شوف العقل يقول غير الوهم، العقل يقول دويبة يحركها القضاء والقدر. العقل كده في حاجة بتتحرك إلى دويبة يحركها القضاء، وكل ما كان كذلك فلا يضر، فهي لا تضر فيحكم العقل بعدم الانزعاج منها. أما الوهم ينازع العقل في تلك القضايا فيحكم بالانزعاج منها، بحيث يقول هذا ثعبان، وكل ثعبان يضر، ينتج أن هذا الثعبان مضر. يبقى هنمشي مع العقل ولا مع الوهم؟ فالوهم قد عارض العقل في القضايا التي استنتج منها ما حكم به، وهذا تعليل لقوله عسر، لأنه إذا كان الباطل يشاكل الحق والوهم يلابس العقل تعثر إدراك الصواب من الخطأ. يعني حصل لبس، ولهذا كان النظر يفيد العلم بعسر. قوله والباطل يشاكل الحق أي يشابه، وذلك كقول أهل السنة الله موجود وكل موجود يصح أن يرى، والله يصح أن يرى. وكقول المعتزلة الله ليس في جهة، وكل ما كان كذلك لا يرى. فالكبرى باطلة، الكبرى باطلة وكل ما كان كذلك باطلة لأنها نشأت من الإيه الوهم. إنما الصغرى الله ليس في جهة، دي نشأت من العقل. فالكبرى باطلة لأنها نشأت من الوهم،
لأن الوهم إنما يحكم بما جرت في العادة فهي باطلة. خلاص كده؟ قوله في مباحثه. احنا وصلنا لا دي لسه دي مش كده؟ لا لسه لا ما 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 أي في قضاياه أي القضايا الموصلة إليه فالقضايا الموصلة قياس ينتج فالذي قوله في مباحثه أي في قضايا أي القضايا الموصلة إليه أي القضايا الموصلة إليه الوهم يلابس العقل في مأخذه والباطل يشاكل الحق في مباحثه. قوله في مباحثه أي في قضاياه أي القضايا الموصلة إليه فالقضايا الموصلة لكل من الحق والباطل على صورة قياس ينتج. يعني هو القياس منتج سواء ينتج حق أو ينتج إيه باطل فالذي لا يعرف يعرف يقول إن كلا دليل يعني يفتكر ده دليل وده دليل يعني كلام المعتزلة دليل وكلام أهل السنة دليل. أما اللي عارف يقول لك ما قاله أهل السنة دليل وما قاله المعتزلة شبهة. مين اللي يقول كده؟ العارف. لما اللي مش عارف الاثنين دليل يقول لك يا اخي زي ما انت لك دليل هم ليه دليل يبقى كده الحق اصبح نسبي يعني ما دام كل واحد ليه دليل يبقى كلنا على حق. انما في الحقيقة الدليل مع مين؟ مع اهل الحق بس. انما اهل الباطل اللي معاهم شبهة والا حيبقى الباطل عليه دليل. والعارف يقول إن ما قاله أهل السنة دليل وما قاله المعتزلة شبهة لبطلان الكبرى. يعني ليه عرفنا أن ما قاله أهل السنة هو الدليل وما قال مش ده تعصب؟ إن واحد معتزل حيقول العكس حيقول لك ده أهل السنة هم اللي بيقولوا الشبهة وإحنا اللي بنقول الإيه. وحتى الشبهة لم تسمى شبهة إلا لأنها تشابه الدليل يعني هي شكلها دليل ولذلك في ايه لبس على الايه يحدث ايه العقل يلابس الايه الوهم. اول ما يقول لك والله ليس في جهة وكل ما ليس في جهة لا يرى فالله لا يرى مش كده؟ الجسم يرى واذا لم يكن جسما لا يرى والله ليس في جسم فلا يرى ليظن ان هذا ايه دليل وهو ايه شبهة. فكيف عرفنا انها شبهة لمنع الايه بطلان الكبرى ليه؟ انه بيقولوا وكل ما ليس وكل ما ليس في جهة لا يرى مش كده؟ قال لك لا دي باطلة لان بعض ما ليس في جهة يرى مثل كرة العالم فالعالم كله بأكمله ليس في جهة وهو يرى او لا يرى كرة العالم يعني العالم الكرة ترى او لا ترى وهي ليس في جهة لأن الجهات في داخل هذه الكرة وليس في إيه في خارجها. يبقى أبطلنا الإيه الكبرى اللي هو كل ما ليس في جهة لا يرى يبقى أبطلناها بإيه أبطلنا الكلية الإيه السالبة بالجزئية الموجبة بعض ما ليس في جهة يرى. قوله أهل الحق أي من سلم من السرق ولم يلابس الوهم عقله في مأخذه. قوله ومنع بالبناء للمفعول عطف على كان والمانع أهل القرد الثالث. يعني العلماء من أهل القرد الثالث منعوا أن يخوض الإنسان في مباحث الذات والصفات على إيه أن يخوض فيما زاد على الضروري إلا المين للأذكياء. من هم الأذكياء الذين إيه لا يلابس الوهم عقولهم فيستطيعون معرفة أن هذا توهم أو أن هذا إيه حق. فالذي لا يعرف أن هذا وهم وأن هذا علم هذا يمنع. أما النحارير الراسخين الأذكياء فلا إيه فلا يمنعوا. قوله على الضروري أي الواجب الذي لا بد منه على كل عاقل وهو معرفة الله ولو بدليل إجمالي. تبقى الواجب الذي لا بد منه على كل عاقل اللي هو الضروري ده.
أما ما زاد على ذلك ما هو الواجب الذي لا بد منه؟ هو معرفة الله تعالى ولو بالدليل. ليه؟ يعني أن يعتقد أن الله تعالى واحد لا شريك له، أنه منزه عن كل نقص على الجملة وليس على إيه الدخول في التفاصيل. لا، في كلمة يخوض فيما زاد على الضروري من هذا العلم، أي علم إيه الكلام، قوله من الأذكياء لسه بيان للأفراد، نص صدر بس لما أقول إلا الأفراد من الأذكياء، فمن هنا من بيانية، يعني إلا الأفراد الأذكياء، جمع ذكي من الذكاء، وهو إيه حدة العقل. كده انتهى، لأن الكلمة اللي جاية أعمل كده شرط عشان تعرف نهاية الارتباط إيه الحاشية بالشرح. خلاص كده يبقى يكفي إيه المسألة دي اللي هي إفضال إيه شبه السمنية والإيه والمهندسة. السمنية منعوا إفادة النظر للعلم مطلقا، وقالوا إنه لا يستفاد إلا إيه لا يوصل إلى العلم إلا من طريق إيه الحس. والمهندسون منعوا إفادته في الإلهيات فقط، وأهل السنة قالوا أنه مفيد مطلقا، يعني في الإلهيات وفي إيه غيرها. احتج السمنية باحتجاج رده وقال هذا يكفي فيه أنه إيه جحد للضروري، أما احتجوا باحتجاجين، رد على الأول ثم رد على الإيه الثاني. وبعدين حنأتي إلى عنوان جديد اسمه إيه؟ متى يقع العلم بالنتيجة؟ العنوان الجديد ده اختلفوا هل العلم بالنتيجة عقل الدليل ولا معهم دفعة واحدة بعلم واحد، ده العنوان الجديد. والله تعالى أعلم. اللهم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وقيامة رمائك كما كثرت الذاكرون وغفل عن ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم.